الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. تعهدت الحكومة البريطانية لحييم وازمن بالمساعدة في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بما أصبح يعرف بوعد بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد رسخ إرادة الدول الاستعمارية كلها في حينه. كان يمكن لهذا الوعد أن يبقى حبرا على ورق لولا إدراج عصبة الأمم له في صك الانتداب الممنوح لبريطانيا، فأصبح وثيقة دولية وأعطته الشرعية القانونية لاغتصاب أرض فلسطين. وجاءت الأمم المتحدة لتكرس هذا الوعد الأثيم. وبعد مرور 100 عام على هذا الوعد، نريد في هذه الحلقة أن نقف على البعد الديني والمصالح السياسية لبريطانيا التي دعتها لإصداره، وما هو السبيل لاستعادة أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهل يمكن للكيانات التي تسمى الدول العربية اليوم أن تكون أمينة على قضية القدس، وهل يمكن لغير الخلافة الراشدة على منهاج النبوة أن تعيد ما اغتصب بعد غيابها. حول وعد بلفور والبعد الديني نحاور الكاتب الإسلامي الأستاذ أحمد القصص، فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد القصص، مرحبا، السلام عليكم. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أستاذ أحمد، نريد أن نأخذ كمدخل لهذه القضية، ما الذي تعنيه أرض فلسطين في الديانة اليهودية والنصرانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكركم بداية، أشكر الإخوة في قناة التناصح على استضافتي في هذا البرنامج، وللشرف في أن أتوجه بالخطاب إلى إخواني الكرام في ليبيا وفي سائر أنحاء العالم. لا شك أن قضية فلسطين هي ذات بعد ديني عند المسلمين وعند النصارى وعند اليهود، وكل من يحاول أن يزيل الطابع العقدي والديني عن الصراع على فلسطين إنما هو يغطي الشمس أو يحاول أن يغطي الشمس بالغربال. المزاعم الأساسية الكامنة وراء سعي اليهود إلى التوطن في فلسطين وإلى إقامة كيانهم على أرض فلسطين المحتلة إنما انطلقت من مزاعم توراتية وتلمودية، مزاعم دينية كانت تتردد خلال التاريخ، ولا سيما يعني قد صارت هذه الدعوة تتردد كثيرا وتصاعدت منذ أواسط القرن 19، وهو القرن الذي نشأت في نهايته الحركة الصهيونية كما نعرف في مؤتمر بازل في سويسرا. اليهود يزعمون أن أرض فلسطين هي الأرض التي كتبها الله سبحانه وتعالى لهم، بمعنى أنها مطوبة مسجلة من الله سبحانه وتعالى بحقهم، فكلما كان فيها أناس آخرون شعب آخر غير اليهود فهم شعب مغتصب لهذه الأرض، علما بأن الأحداث التاريخية، أن السجلات التاريخية تثبت أن وجود اليهود على أرض فلسطين كان لمدة محدودة مقارنة مع غيرها الكثير من الشعوب، فضلا عن أن هذا الزعم لا يستقيم أصلا دينيا. سنتكلم في هذه التفاصيل ربما بعد قليل في نظرتنا نحن من خلال القرآن إلى قضية فلسطين، ولكن اليهود يزعمون أن هذه الأرض هي لهم، ويضيفون على ذلك يعني هناك حق تاريخي كما يقولون لهم في أرض فلسطين، وهم أيضا يتكلمون في فلسطين باعتبارها أرض الميعاد، وهم لازالوا حتى الآن ينتظرون المسيح المخلص بعد أن أنكروا نبوة المسيح عيسى بمريم عليه الصلاة والسلام وأغروا الرومان بقتله، فهم لا يزالون ينتظرون ظهور المسيح ويرون أنهم بعد أن يتجمعوا في فلسطين الأرض الموعودة حسب زعمهم لهم فإنه سيظهر المسيح الذي يتبعونه. هذا بالنسبة لنظرة اليهود إلى أرض فلسطين. أما بالنسبة إلى النصارى، فالنصارى لهم مزاعم أيضا في فلسطين، فهي بالنسبة لهم الأرض التي بعث فيها المسيح عليه الصلاة والسلام، وهم يرون أنه يعني لهم عقيدتهم في المسيح عليه السلام من حيث التأليه والربوبية والتثليث إلى آخره،
ولكن لا بد هنا من أن أشير إلى فرق بين نظرتين لدى النصارى إلى فلسطين. فهناك نظرة الكنيسة الغربية التي ترجمت نفسها في الحروب الصليبية منذ مئات السنين، تلك الحروب التي استمرت قرنين من الزمان إلى أن قضى عليها المسلمون، وكان عنوانها الأساسي تحرير الأراضي المقدسة من المشركين أو من الوثنيين المسلمين كما كان الأوروبيون يسموننا آنذاك. فنحن نعرف أنه كانت يعني غاية أهدافهم في تلك الحملة، مع أنهم أقاموا عدة دول في بلاد الشام، إلا أنه كان الهدف الأساسي هو فلسطين باعتبارها أرض المسيح والمكان الذي بعث فيه المسيح عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة الكاثوليكية إن صح التعبير للنظرة إلى فلسطين. ولكن النظرة الأخرى التي ظهرت في القرن السادس عشر أو بدأت بالظهور في القرن السادس عشر مع ظهور المذهب البروتستانتي، ذلك المذهب الذي أسسه رجل الدين الشهير مارتن لوثر، والذي دعا النصارى إلى إعادة قراءة الكتاب المقدس من جديد دون واسطة الكنيسة. وبعد أن أوغل هؤلاء في قراءة الكتاب المقدس، ونحن نعرف أن الكتاب المقدس عند النصارى ليس الإنجيل فقط أو الأناجيل الأربعة الموجودة في العهد الجديد، وإنما الكتاب المقدس عندهم يتكون من العهدين القديم والجديد، والمقصود بالعهد القديم التوراة التي توارثها بنو إسرائيل واحتفظ فيها النصارى بعد المسيح عليه الصلاة والسلام. ومن باب لفت النظر، العهد القديم الذي هو كتاب اليهود والذي احتفظ به النصارى هو أكبر حجما وأهم مضمونا تشريعيا بين قوسين طبعا من الإنجيل أو حتى الأناجيل الأربعة مجتمعة من حيث الحجم. هؤلاء فتحوا الباب واسعا لإعادة قراءة العهد القديم، فقالوا يعني التقوا مع اليهود رغم اختلافهم ورغم تكفير فئة منهم إلى الأخرى، يعني النصارى يكفرون اليهود، اليهود يكفرون النصارى، إلا أن هناك نقطة التقى عليها البروتستانتين والإنجيليون وهؤلاء يعني المذهب الجديد الذي نشأ في القرن السادس عشر في أوروبا، اتفقوا على نقطة أنه إن اجتمع اليهود في فلسطين فهذه سوف تكون مسرعة لظهور المسيح عليه السلام. اليهود ينتظرون المسيح الذي سيأتي لأول مرة من أجل أن يحارب العالم وراءه، والنصارى ينتظرون عودة المسيح بعد أن يحشد اليهود في فلسطين. فهم وجدوا مصلحة مشتركة فيما بينهم في إعادة حشد اليهود من العالم في فلسطين من أجل أن يظهر المسيح. هؤلاء لغايتهم. طيب. وهؤلاء طيب دكتور أستاذ أحمد، حتى ربما أيضا تفسر الوضع الحالي ولوقوف الغرب أيضا مع اليهود في قضية فلسطين، ربما هذه الإشارة منك لعقيدة البروتستانت، نجد أن هذه العقيدة تهيمن على بريطانيا وأمريكا. جيد، يعني لا شك أن هذه المعتقدات، هذه الأفكار التوراتية الموجودة عند من يسمون بالمسيحيين الصهاينة، لا شك أن لها تأثيرا في نشأة كيان يهود في وعد بلفور، وأيضا في دعم فريق من السياسيين الغربيين لكيان يهود. ولكن علينا ألا نغرق كثيرا في هذه القراءة. يعني أنا في مداخلتي الأولى سلطت الضوء على النظرة الدينية لدى اليهود والنصارى بفرعيهم على لقضية فلسطين، ولكن لا يجوز أن ننجرف مع هذا إلى القول بأن الساسة الغربيين متفقون على دعم إسرائيل من هذه الخلفية. فنحن نعرف أن الساسة الغربيين في بريطانيا وأوروبا عموما والولايات المتحدة الأمريكية ليسوا جميعا إنجيليين، وليسوا جميعا متدينين، وليسوا جميعا ينطلقون من خلفيات عقدية دينية، بل ربما الذين ينطلقون من هذا المنطلق هم الأقلية. فعمليا هذا فريق نعم ما زال مؤثرا في القرار السياسي في دعم إسرائيل، ولكن الفريق الآخر وربما هو الأهم هو الفريق البراغماتي الذي ينظر إلى دولة أو لكيان يهود على أنه مصلحة مادية استراتيجية استعمارية
في سياسة الخارجية، ولا سيما الآن بصاحبة القرار الأول في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى لو عدنا إلى نشأة كيان يهودي، إلى وعد بلفور، الناس حفظت كثيرا بلفور حتى ظنت أن بلفور هو صاحب القرار. بلفور كان وزيرا للخارجية وهو الذي كلف بإرسال هذا الوعد إلى الحركة الصهيونية متمثلة بحييم وايزمان، ولكن القرار آنذاك اتخذته حكومة لويد جورج. لويد جورج يقال إنه كان لديه ميولا إنه كان لديه ميول صهيونية، ولكن لم تكن تلك الميول كافية لإيجاد موافقة في الوسط السياسي البريطاني، ولدى الأوروبيين حلفاء الآخرين على ذلك أيضا. فلو عدنا إلى قبل ما لويد جورج، يعني في الحرب العالمية الأولى نفسها، في نفسها لويد جورج تولى السلطة، تولى رئاسة الحكومة خلال الحرب العالمية الأولى سنة 1917 أو 16 لست متأكدا تماما. وقبل لويد جورج لم تكن فكرة توطين اليهود في فلسطين مقبولة لدى أصحاب القرار في بريطانيا، ولكن تطورات الحرب ووصول شخص كلويد جورج عنده هذه الأفكار ساعدت على هذه الفكرة. كان المقنع آنذاك لسياسة بريطانيا في إقامة وطن لليهود عدة نواحي. هناك أهداف استراتيجية استعمارية تتجلى في ربط الأنحاء الغربية من الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا بجسر بري تقف يعني دونه عائقا فلسطين إن لم تكن محتلة، ليصلها بجزء الإمبراطورية الشرقية الذي يصل إلى الهند وما بعد الهند. بل حتى إن يعني أحد المنظرين آنذاك لهذه الفكرة وهو الشخصية الجنوب أفريقية سماتس كان يرى أنه يجب أن يكون هناك اتصال للمستعمرات الإفريقية ما بين جنوب أفريقيا وصولا إلى مصر، ومن مصر عبر فلسطين وصحراء البادية السورية عبر فارس التي كانت تحت الهيمنة البريطانية إلى ذاك وصولا إلى الهند وما بعد الهند، فضلا عن أن فلسطين قريبة من قناة السويس التي كانت تشكل موقعا حيويا جدا لبريطانيا. حتى أن بعض السياسة آنذاك لم يكونوا مطمئنين إلى الانتصار على ألمانيا، يعني قبل أن تظهر كيف مالت كفة الحرب وقبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا لم تكن مطمئنة إلى أن ألمانيا ستهزم، ولكنها كانت ترى أنه حتى لو لم تهزم ألمانيا في الحرب فألمانيا المتحالفة مع السلطنة العثمانية إن وقعت فلسطين تحت هيمنتها فهذا يشكل خطرا هائلا على الهيمنة على السيطرة والاستعمار البريطاني على مصر وأطراف الجزيرة العربية وعلى طريقها إلى الهند وأوقيانيا وإلى آخره. فكانت الأهداف الاستعمارية المباشرة هي التي كانت بابا لإقناع السياسة البريطانيين وحلفائهم بأهمية الهيمنة على فلسطين أولا، أن تضع بريطانيا يدها على فلسطين، ثم وجدت في اليهود باعتبارهم كيانا سيدين بالولاء لبريطانيا يشكل ضمانة في تلك المنطقة لقسم العالم الإسلامي إلى قسمين منشطرين، الجناح الآسيوي والجناح الأفريقي. وهذه النقطة تحديدا يعني مسألة يعني تجزئة العالم الإسلامي ومنعه من النهوض والتماسك وأن يشكل خطر على الهيمنة البريطانية، هذه كانت قضية لدى البريطانيين منذ سنوات. ربما أستاذ أحمد مع أنهم أيضا أعطوا وعد للشريف حسين وقتها بمكافأته لمشاركته في حربه ضد الدولة العثمانية بأنه سيكون أيضا على رأس الدولة العربية الموحدة. الغريب يعني أنت فتحت هذا الأمر وهو مهم جدا، مما يدلل على الخيانة يعني التي لا تتصور للشريف حسين أنه في مراسلاته مع مكمهون صرح له مكمهون أنكم غير موعودين بمنطقتين في البلاد العربية، يعني صرح له سلفا قبل إعلان ما يسمى بالثورة العربية الكبرى، صرح له بأن هناك منطقتين أنتم غير موعودين بها ولن تحصلوا عليهما، هما ولايتا البصرة وبغداد يعني معظم العراق وغرب سوريا. طبعا كلمة غرب سوريا آنذاك تعني الساحل الشرقي للمتوسط كاملا وهو ما يعرف الآن بالساحل السوري ولبنان وفلسطين.
أي كان الشريف حسين يعلم سلفا أن هذه البلاد ستكون تحت الاحتلال الأوروبي، بل أكثر من ذلك مما صرح به لويد جورج في إقناعه لحلفائه بتوطين اليهود في فلسطين، أنه فاتح الشريف حسين وابنه فيصل فاتحهما بأنه سوف يوطن اليهود في فلسطين، وأنهما لم يعترضا على ذلك. يعني لم تكن هناك، حتى كانوا يقولون نحن لسنا قلقين من العرب في رفض فكرة توطين اليهود في فلسطين، وإنما القلق يأتي من فرنسا التي قد لا يقنعها ذلك، لأنها تتطلع إلى أن تكون لها دور في فلسطين، ووفق اتفاقية سايكس بيكو أن تكون فلسطين دولية، يعني ليست لا لبريطانيا ولا لفرنسا وإنما مدولة، وبالتالي كانت فرنسا تطمع بأن يكون لها يد من بين الأيادي. إذن أستاذ أحمد، بهذه الحالة هناك إذن تداخل العامل الديني بالعامل البرغماتي، وكانت بريطانيا بهذا بمثل هذا الوعد تضرب يعني جملة من العصافير بحجر واحد. صحيح، يعني هذا حين تكون بريطانيا قد أعطت وعدا بالاعتراف بمملكة عربية كبرى، بل أكثر من ذلك كان ما يسمى بالحركة العربية التي كانت مكونة من حركة الشريف حسين والجمعيات العربية ذات صاحبة أعلان دمشق آنذاك خلال الحرب، بأنهم يطمعون بأن تعترف بريطانيا بخلافة إسلامية عربية، أي نقل الخلافة من آل عثمان إلى العرب، وكان يطمع الشريف حسين بأن يكون هو أول خليفة عربي بعد العهد العثماني. كانت للأسف كنا نعيش في مرحلة غياب الوعي، في مرحلة السذاجة السياسية الهائلة المخيفة جدا، بينما الغرب حين بريطانيا تحديدا حين وجدت أمامها أمة لا تعي على ما تفعل، فكانت لا تقيم وزنا لهذه الأمة ولا تعطيها شأنا، حتى أنهم كانوا قد وعدوا، يعني كانوا قد اتفقوا فيما بينهم في اتفاقية سايكس بيكو السرية، كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على ترك منطقة ما بين بلاد الشام والعراق ذات حكم عربي تحت وصايتين بريطانية وفرنسية. حتى هذه المنطقة قد ألغوها بعد ذلك في ما عرف بمؤتمر سان ريمو الذي عقد في إطار عصبة الأمم، فألحقت بلاد الشام والعراق بالكامل بالانتدابين البريطاني والفرنسي، واستجد في اتفاق سان ريمو إلحاق فلسطين بالانتداب البريطاني على أن ينفذ وعد بلفور. إذن لم يكن البريطانيون ولا الأوروبيون ولا كل الناس يقيمون وزنا آنذاك للعرب الذين ظنوا أنهم شكلوا رقما صعبا في الحرب العالمية الأولى، وكانوا مستعدين للخيانة العظمى. طبعا لا أتكلم عن العرب وأخطئ بهذا التعبير، أتكلم عن هؤلاء الذين قرروا من الجمعيات العربية وشريف حسين أن يتحالفوا مع بريطانيا ومع الغرب في مواجهة دولة الخلافة الإسلامية من أجل حلم ساذج بأن بريطانيا سوف تمنحهم مملكة عربية كبرى تمتد من جبال طورس شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، وكان حالهم كحال الذين أستاذ أحمد الآن ربما مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طيب نعود إلى الدوافع أستاذ أحمد، ربما هناك مبررات قوية لبريطانيا باتخاذ مثل هذا الوعد، ولكن في نفس الوقت أن لولا وجود خلفية دينية ولولا وجود جماعات الضغط، وخصوصا في الولايات المتحدة ما يعرف بالصهيونية النصرانية وتأثيرها القوي جدا في أمريكا، ما كان يمكن تحقيق هذا الوجود اليهودي بهذه القوة. طبعا هذا الكلام طبعا ينقلنا من وعد بلفور، أي وعد بريطانيا بإقامة الدولة أو بتوطين اليهود في فلسطين وإقامة وطن اليهود في فلسطين، والذي كان قرارا بريطانيا بالدرجة الأولى والذي مهد لقيام الدولة إسرائيل المزعومة. أما قيامها بالفعل بعد ذلك فهو ما تولته بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، حين أعطت بريطانيا وعدها من خلال بلفور لليهود في توطينهم في فلسطين. يروي لنا التاريخ أن الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون قد أعطى موافقة ضمنية
ولكن لم تكن موافقة رسمية آنذاك من الولايات المتحدة. ثم أعطى الكونغرس الأمريكي موافقة على الانتداب البريطاني على فلسطين، وبالطبع كان الانتداب البريطاني، صك الانتداب البريطاني كان يتضمن توطين اليهود في فلسطين. ولكن التدخل، ولكن الدورة الأمريكية الفعلية بعد ذلك، حين قررت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية طي صفحة العزلة. يعني قبل الحرب العالمية الثانية كانت تعتمد الولايات المتحدة سياسة العزلة، ولم يكن لديها أهداف استعمارية في العالم القديم ولا سيما في البلاد الإسلامية. ولكن نحن نعرف أنه افتتحت صفحة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وهو الانتقال من سياسة العزلة إلى سياسة الهيمنة على العالم. في هذا الوقت كان اليهود قد أدركوا أهمية كسب الرأي العام والوسط السياسي لهم، الصهاينة نتكلم هنا، في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا العائلات الثرية لعبت دورها الأساسي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، حين بدأت بأموالها بشراء الذمم الناخبين والمنتخبين والمرشحين، وبدأت تأثر بشكل واسع وكبير في الحملات الانتخابية للمرشحين، حتى استطاعت أن تنشئ وسطا سياسيا من اليهود ومن المتعاطفين مع اليهود ومن المنتفعين من أموال اليهود آنذاك. فحين انتهت الحرب العالمية الثانية وآن الأوان يعني بعد أن توطن اليهود واجتمعوا، يعني وفد شذاذ الآفاق من العالم كله بأعداد كبيرة إلى أرض فلسطين، كان الوقت قد نضج لإعلان هذه الدولة. ونحن نعرف أن القرار صدر عن الأمم المتحدة سنة 47. طبعا الولايات المتحدة كان لها الدور الأكبر في هذا الإعلان. ووجدت الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن المؤثرين من النصارى الصهاينة، وجدت أنها بما أنها تعمل على وراثة بريطانيا، على وراثة الاستعمار البريطاني، وقررت أن تنافس بريطانيا على الاستعمار في كل العالم وفي ذلك المنطقة العربية، وأن تنتزع منها سيطرتها على المنطقة. وجدت أنه لابد بالتالي أيضا من انتزاع هذه الوسيلة التي هي كيان يهود. فبدأت هي بدعم هذا الكيان بأموال طائلة من أجل أن يكون أداة لها بعد أن كان أداة لسياسة الاستعمارية البريطانية. وبالفعل تحول الثقل السياسي المؤثر في سياسة كيان يهود تحول إلى أمريكا بعد أن كان لدى بريطانيا، علما بأن حكام يهود حكام ذو أهداف مستقلة خاصة، هناك مشروع لهم، ولا يقارنون بحكام البلاد العربية الذين هم عبارة عن نواطير للسياسة الغربية في بلادنا. اليهود انتقلوا من الولاء لبريطانيا إلى الولاء لأمريكا، أو من التعامل مع بريطانيا إلى التعامل مع أمريكا، وإلى التغلغل في سياسة الأمريكية من أجل التأثير في قرارها ومن أجل تحقيق مصالحهم وتعزيز كيانهم. وبالمقابل الأمريكيون وجدوا في هذا الكيان وسيلة لهم في الدخول والتغلغل في المنطقة ووراثة الاستعمار البريطاني فيها. طيب أستاذ أحمد، الآن ربما حتى لو رجعنا أيضا للخلفية الدينية لليهود، نجد أن كثير ملايين من اليهود غير مؤمنين أصلا بإقامة دولة إسرائيل، ولا يرون ذلك من معتقداتهم. كذلك أيضا عند النصارى، هناك الكاثوليك إلى فترة قريبة جدا لا يرون ذلك، بل يرون أن هؤلاء شرذمة قتلوا إلههم المزعوم وهو المسيح، فبالتالي هم لا يؤمنون كما يؤمن به البروتستانت. لماذا لا نرى مواقف قوية ومعارضة وظاهرة ولها تأثيرها في سياسات مثلا الولايات المتحدة من هذا المنطلق؟ نريد إجابتك أستاذ أحمد بعد فاصل قصير. أيها الإخوة المشاهدون، إلى فاصل ثم نعود إليكم. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك،
والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نهون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا. لا نريد بل نعيد مجدنا تليد، مجدنا تليد موطني 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 موطني. الحسام واليغا. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك أستاذ أحمد القصص، كنت سألتك قبل الفاصل على الخلفية الدينية أيضا لجزء كبير من اليهود يعد بالملايين لا يرون في معتقداتهم إقامة دولة إسرائيل، وكذلك أيضا طائفة العظمى للنصارى وهم الكاثوليك لا يرون مثل هذا المعتقد، فلماذا لا نرى تأثيرا لهذا الاعتقاد وهذه الطوائف في القرار السياسي مثل في الولايات المتحدة مثال؟ دعنا بالبداية نلفت النظر إلى أنه رغم الموقف التقليدي للكنيسة الغربية الكاثوليكية خلال التاريخ في معاداة اليهود وتحميلهم دم المسيح عليه الصلاة والسلام، إلا أن ما كان صادما ولافتا للنظر أن الفاتيكان اعترف بدولة يهود وأنه برأ اليهود من دم المسيح، فهذا صار من الماضي. لماذا؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ الواقع الذي لا شك فيه أن الذي تحكم بهذه المواقف في السنوات الأخيرة هو العدو المشترك، العدو المشترك للأوروبيين والأمريكيين واليهود، وهو الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية في العقود الأخيرة أثبتت أنها ليست موافقة على حال التلاشي وانعدام الهوية والانقسام والتشظي الذي أوجده الغرب في بلاد المسلمين، وأن الأمة الإسلامية بدأت بحراكها منذ سنوات طويلة للعودة إلى لاستئناف الحياة الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية والتحرر من هيمنة الغرب. رأى هؤلاء جميعا الخطر ماثلا أمام أعينهم في العالم الإسلامي، فكان أن تقاربت المواقف في مواجهة الأمة الإسلامية، فهؤلاء جميعا يعرفون مدى خطورة استعادة الأمة الإسلامية لقوتها وسيادتها ودولتها. هذا جانب. أما لماذا لا يؤثر اليهود؟ نعم، هناك فريق من اليهود معارضون لدولة يعني لكيان يهود في فلسطين. هناك من يرى أن الوعد يعني الوعد التوراتي بعودة يهود إلى فلسطين هو وعد ديني لا سياسي، يعني هو متروك للقدر، متروك للمستقبل، متروك للتاريخ، لا أن يكون هناك كيان سياسي تقوم عليه أو على يعني تقوم عليه دول ويحقق أهدافا سياسية إلى آخره. وهناك يعني أفكار متعددة في هذا الموضوع، علما بأنه يعني من أهم الغايات، يعني ربما هنا يعني نستدرك شيئا مما فاتنا، أنه من أهم الغايات التي دفعت الأوروبيين إلى يعني تنفيذ فكرة توطين اليهود في فلسطين هو التخلص من العبء. كان هناك في أوروبا دائما عبء يسمى الجاليات اليهودية،
التي ينظر إليها دائما على أنها عنصر سوء وعنصر مخرب وأنها لا تحتمل في المجتمعات الأوروبية وأنها كانت تسبب المشكلات لتلك المجتمعات، لدرجة أنه لم تكن قضيتهم أين يوطن اليهود ليبعدوا عن أوروبا. اقترحت في بعض الأحيان اقترحت فكرة توطين اليهود في أوغندا، واقترحت فكرة توطين اليهود في أرض في ما بين النهرين في العراق، وبعضهم اقترح أن يجلوا إلى أراضي أمريكية واسعة جدا. فكان هناك نظرة إلى اليهود بأنهم يعني لابد من أن توطينهم في مكان معين حتى تتخلص. وهذا بسبب أيضا هجرة اليهود من روسيا إلى أوروبا، وتشكل على أساسها اللجنة الملكية لهجرة الغرباء للتخلص منهم. تماما، يعني هذا ما يسمى عرف في وقت أوقات في أوروبا بالمسألة اليهودية أو المشكلة اليهودية، كيف نتخلص من المشكلة اليهودية. نعم، يهود روسيا شكلوا عبئا كبيرا في أوروبا، وكانت بريطانيا يقال إنها أفضل دولة استقبلت اليهود وأحسنت وفادتهم لأسبابها التي تكلمنا عليها قبل قليل. الآن لماذا لا يكون لهذا الصوت، صوت اليهود الرافض لكيان يهود الآن ومن قبل، لماذا يكون له صدى في الغرب؟ بكل بساطة لأن المصلحة الغربية الآن هي في هؤلاء الذين أقاموا كيانا في فلسطين ليكون ذلك مدخلا للهيمنة والسيطرة على البلاد الإسلامية. كم عانينا نحن المسلمين من قضية كيان يهود في فلسطين. كان من أهم الغايات أو من أهم ما تحقق للغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية الآن من كيان يهود، أنه بدل أن يشتغل المسلمون باستئناف الحياة الإسلامية من خلال تغيير أنظمتهم الحاكمة، أنهم وضعوا لهم ألهية، يعني قضية يتلهون فيها اسمها قضية فلسطين. جعلوا هذه الأنظمة المحيطة بفلسطين جعلوها تكسب الشرعية من أنها هي الضامن لمواجهة فلسطين، لمواجهة اليهود في فلسطين ولتحرير فلسطين. وكثيرا ما سمعنا عن الشعار أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وكم من الناس الذين يعملون للتغيير في البلاد الإسلامية وللتحرر من الغرب وأنظمته التي تسيطر على بلادنا، الحراس الذين يسيطرون على بلادنا، كم حوكم هؤلاء واضطهدوا وحوكموا وسجنوا ونكل بهم تحت عنوان أنهم يعني يساعدون الكيان الإسرائيلي، وأنهم يعني يلفتون الناس عن القضية الأساسية، وأنهم إلى آخره، وأنه لا قضية لدينا الآن. صار كيان يهود وسيلة لدى أمريكا لجعل الحكام العرب يتحولون عن محاربة الاستعمار الغربي إلى جعل أمريكا وأوروبا وسيطا لحل المشكلة بينه وبين كيان يهود. يعني بدل أن يكون العدو هو المستعمر الذي سيطر على البلاد وأوجد كيان يهود، تحول المستعمر إلى وسيطا بين العرب وبين يهود في معركة افتراضية وهمية كاذبة، لأن حكام العرب معروفون من بداية الطريق أنهم لا ينوون تحرير فلسطين. طيب، وليس لهم عداء حقيقي. أستاذ أحمد، ربما أيضا نعود إلى نقطة في هذا السياق أيضا، قضية أن ما كان لليهود أن يزرعوا نبتتهم الخبيثة في أرض فلسطين مع وجود الخلافة في والعثمانية وقتها، وما كانت المواقف المشهورة للسلطان عبد الحميد الثاني في صد حركة الصهيونية في ذلك معروفة. فما هي نتائج سقوط الخلافة في تمكين المشروع الصهيوني من تحقيق أهدافه، وخصوصا زرع الكيانات الوظيفية من الدول العربية؟ للأسف أن أذهان المسلمين صرفت عن هذه الحقيقة العظمى، أنه بسبب غياب دولة الخلافة حصل اليهود على فلسطين. رحم الله السلطان الخليفة عبد الحميد الثاني، بذل هرزل آنذاك جهدا هائلا ليقنعه، يعني تردد إلى اسطنبول مرات ومرات حتى تمكن من ترتيب موعد مع السلطان عبد الحميد رحمه الله، وراح يقنعه بأننا يمكن أن نفيدكم في فلسطين ونساعد على مشاريع زراعية ومشاريع تنموية، ونحن مستعدون إلى أن نبني أسطولا للجيش العثماني وأن نسدد الديون عن الدولة العثمانية
وأن ننشئ مشاريع زراعية في الدولة العثمانية، وأن ندفع مبلغا سنويا لنسند به الاقتصاد والمالية العثمانية مقابل أن تعطينا قطعة نتوطن بها في أرض فلسطين. وكان مستعدا لأن يساوم أن يكون هناك تحت رعاية الدولة العثمانية وبشكل ليتسلل شيئا فشيئا، ولكنه رحمه الله كان واعيا جدا، كان بعيد النظر. فكانت مقولته الشهيرة: انصح الدكتور هيرتزل أن لا يبذل جهدا كبيرا وأن يوفر ملايينه. فلسطين ليست ملك يميني، فلسطين ملك الأمة الإسلامية التي ضحت من أجلها وروتها بدمائها مئات السنين. وأهون علي أن أرى المبضع يعمل في جسدي من أن أرى قطعة أو شبرا من أرض فلسطين قد سلخ من دولة الإسلام، من الدولة الإسلامية. ولئن هدمت دولة الخلافة، انظر إلى هذا النظر البعيد هذا السلطان رحمه الله، ولئن هدمت دولة الخلافة يوما فسوف تحصلون على فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فلن تحصل على شبر من أرض فلسطين. وعى اليهود هذه الرسالة وعوها جيدا، فبدأوا بالكيد لإسقاط السلطان عبد الحميد تمهيدا للقضاء على دولة الخلافة. ونحن نعرف ما كان لهم من دور كبير في إنشاء جمعية الاتحاد والترقي والتغلغل فيها والتأثير على شخصيات فيها، حتى تمكنت من وصول إلى الانقلاب على السلطان عبد الحميد سنة 1908. وبعد ذلك تدرجت الأمور حتى حصل ما حصل. طيب، سقطت دولة الخلافة. هل ترى اليهود فلسطين أتوا باليهود من كل أنحاء العالم؟ نعم. هل ترى أستاذ أحمد أيضا أن من أسباب تمكن الكيان الصهيوني هو زرع الأنظمة الوظيفية حوله، فالتي أصبحت تركض وراءه؟ اليوم نراها من نقلتنا من النكبة إلى النكسة، ثم توالت النكسات إلى اليوم تركض وراء الكيان الصهيوني إلى التطبيع وتقمع شعوبها، بل وتطمس أيضا الهوية الإسلامية. هذا بكل تأكيد. نعم. المؤسف أنه كان منذ عشرات السنين لا يصدقه كثير من الناس. كثير من الناس صدقوا أن الحكام البلاد العربية هم حقيقة أعداء لليهود، وأنهم ليسوا حلفاء لهم، وأنهم ليسوا حراسا لهم. والقلة آنذاك كانوا يعرفون، النخبة كانت تعرف حقيقة ولاء هؤلاء الحكام للغرب، وبالتالي تواطؤهم مع كيان يهود. ولكن الحقيقة الصارخة أنه منذ البداية، يعني منذ أن تواطأ الشريف حسين وأولاده وولدي، يعني فيصل وعبد الله، منذ أن تواطؤوا مع الإنجليز، نحن نعرف، قلت قبل قليل أن لويد جورج قال أنني فاتحت الشريف حسين وابنه فيصل بهذا الموضوع. وبعد ذلك حين قرروا أن يجمعوا اليهود ويجلبوهم من العالم إلى فلسطين، وجدوا أن الحدود الشرقية لفلسطين هي منطقة حدودية واسعة جدا في صحراء شاسعة، لا بد من تدبير لحمايتها. فإذا بهم يقيمون خصيصا لهذا السبب، لهذه الغاية، يقيمون دولة سموها آنذاك إمارة شرقي الأردن، وينصب عليها عبد الله بن الشريف حسين أميرا من أجل أن يكون دوره الكيان الحامي لكيان يهود في فلسطين. يعني منذ البداية، منذ التأسيس، كانت هذه الكيانات كيانات وظيفية في حراستها لنفوذ الاستعمار وهيمنته على بلادنا، وفي حماية كيان يهود في فلسطين، وفي بسط الثقافة، وفي يعني نشر الثقافة الغربية وطريقة العيش الغربية وتطبيق الأنظمة الغربية وتقسيم بلاد المسلمين. يعني بعد اتفاقية سايكس بيكو أمعن التفتيت، يعني لم يقف الأمر عند سايكس بيكو الذي قسم المنطقة العربية إلى خمس كيانات، ومن ثم إلى بعد ذلك راحت ترسم الحدود الجديدة. بريطانيا رسمت حدودا داخل مناطقها، وفرنسا رسمت حدودا داخل مناطقها. يعني المخزي أن تكون معظم الأعلام التي لا تزال ترفع حتى الآن أعلاما للبلاد العربية قد رسمها ذلك الموظف أمين سر حكومة الحرب في بريطانيا، الشاب اليافع مارك سايكس. هذا الشاب هو الذي رسم الأعلام ووزعها على الكيانات التي قامت فيما
فيما بعد ولا يزال هو العلم المعتمد لمنظمة التحرير ودولة فلسطين الخيالية الوهمية. أو أما هو هنا مثلا في لبنان فالذي جعل الأرزة شعارا لدولة لبنان فهو الجنرال غورو الفرنسي الذي أعلن قيام دولة لبنان، وهو الشهير الذي حين هو الذي كسر الجيش العربي السوري آنذاك بين قوسين في معركة ميسلون، وتوجه فورا إلى قبر السلطان صلاح الدين رحمه الله وتشمت بالمسلمين بوقوفه أمام صلاح الدين قائلا: يا صلاح الدين، منذ مئات السنين قلت لأجدادي لن أخرجتكم من القدس ولن تعودوا إليها، وها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. تخيل كيف هؤلاء أتوا إلى بلادنا بعد مئات السنين بخلفية صليبية، يحملون في نفوسهم نفسية الانتقام لأجدادهم بعد مئات السنين، بينما نحن هنا في بلادنا يطلع علينا هؤلاء يعني ماذا تصفهم بتلك الأفواه الوقحة التي تقول إن الدولة أو الفكر السياسي الذي يرتبط بالدين بالإسلام هو سبب مشكلات، وهو الذي يعرقل النهوض، وهو الذي يسبب الصدامات وإلى آخره. بينما أقيمت دولة يهود على خلفية دينية، أتوا يحاربوننا من خلفية صليبية، ولا زالوا حتى اليوم، حتى تتبجح رئيسة الوزراء منذ أيام بذكرى مرور 100 سنة على وعد بلفور بأنها فخورة بهذا الإعلان بهذا الوعد، وأنهم يحتفلون ويحيون ويخلدون ذكرى إعلان وعد بلفور. هذا لأن المسلمين هانوا، فباتت بريطانيا وأوروبا تسترضي حفنة من اليهود لأنها ترى مصالحهم عندهم لما لهم من نفوذ في المنطقة. طيب وفي الولايات. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، نحن لا ننكر أن هناك حركات علمانية قامت أيضا لتحرير أرض فلسطين من منطلقات علمانية وقومية، ولكن بعد ذلك مثل حركة فتح وما توالت على ذلك المنظمة التحرير الفلسطينية ودخولها مع الدول العربية في مفاوضات السلام، يعني كيف ترى وماذا زنت الأمة من خلال مفاوضات السلام وكواليس الأمم المتحدة إلا تقديم التنازلات والانتقال من مطالب التحرير إلى التقسيم إلى الرضا بحول الدولتين إلى الرضا بالحكم الذاتي وهكذا حتى تلاشت القضية؟ أستاذ عبد الله، يعني لا نخدع بهذه الأقوال بأن أول من قام بحركات تحرير ويعني في جماعة فدائية فلسطينية لتحرير فلسطين هي كانت علمانية. نعم، هذه الحركات كانت علمانية، ولكن لم تكن الغاية من إنشائها تحرير فلسطين في يوم من الأيام. نعم، كثير من الشبان المتحمسين والمخلصين الذين انضووا في هذه المنظمات كانوا مصدقين أنهم يقاتلون لتحرير فلسطين، ولكن من كان وراء إنشاء هذه المنظمات هو صاحب الغاية الحقيقية منها. حين أنشأت منظمة التحرير في منتصف الستينيات، الواعون السياسيون في هذه الأمة قالوا فورا إن هذه المنظمة أنشأت من أجل تنازل عن فلسطين ومن أجل الاعتراف بإسرائيل، وكان هذا الرأي صادما لكثير من الناس. كيف تقول إن إنشاء منظمة لتحرير فلسطين هو من أجل تسليم فلسطين ومن أجل الاعتراف بدولة يهود؟ لماذا؟ بكل بساطة، لأنه حين تتخلى الدول المحيطة بفلسطين ودول العالم العربي ثم الإسلامي عن قضية فلسطين لتجعلها قضية وطنية فلسطينية، فالغاية منها واضحة، ألا وهي قتل قضية فلسطين. لأنها لا يمكن، لأنه حين نقول إن قضية فلسطين هي قضية أهل فلسطين وأهل فلسطين تمثلهم منظمة التحرير، هذا يعني أننا جعلنا مسؤولية تحرير فلسطين الكاذبة جعلناها في يد منظمة تواجه دولة تسندها دول العالم. حين تتنازل دول المنطقة عن مسؤوليتها وتضع وتجعل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وصاحب الحق في تقرير قضية فلسطين منظمة، فهذا كان واضحا أنه قرار لتصفية قضية فلسطين. ومرت السنون وتأكد الناس بعد ذلك شيئا فشيئا
أن هذا هو الهدف الحقيقي لإنشاء منظمة التحرير. بل المؤسف الآن أن بعض الحركات الجهادية التي نشأت لتكون بديلاً عن منظمة التحرير، لأن منظمة التحرير خانت القضية وأن هي التي ستكون بديلاً عنها لتحرير فلسطين، رأيناها الآن تعود لأنها سلكت الطريق الخطأ، تعود إلى حضن منظمة التحرير وتعترف بحدود 67 وتقول نحن يجب أن نضع سلاحنا جميعه في يد منظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. حين تاه المسلمون عن الطريق الصواب، دولة يهود إنما قامت بسبب غياب الدولة الممثلة للأمة الإسلامية. غابت دولة الخلافة، قام في المنطقة حراس ونواطير للغرب، قامت دولة يهود. دولة يهود ما هي إلا الظل. الظل لماذا؟ الظل للأنظمة المجاورة. فإذا سقطت هذه الأنظمة زال ظلها. لا يستطيع كيان يهود أن يعيش أياما أو أسابيع إن فتحت الحدود وسمح للأمة الإسلامية بأن تجاهد. ولكن هناك طوق من جميع الدول المحيطة بفلسطين تمنع أحدا من أن يقترب من الحدود الفلسطينية. حتى هنا في لبنان ذلك الحزب الذي كذب على الناس سنوات بأنه قضيته هي قتال كيان يهود وتحرير فلسطين والقدس ويوم القدس السنوي إلى آخره، الآن إن حاول، وهذا حصل حين يحاول واحد من المسلمين المتحمسين المجاهدين أن يرمي اليهود بكاتيوشا، يقبض عليه هؤلاء ويسلمونه إلى الأجهزة الأمنية ويحاكم. حكم عندنا هنا أشخاص هنا في لبنان، حكم أشخاص في المحكمة العسكرية بتهمة رمي صواريخ على دولة، على العدو الإسرائيلي، على العدو الصهيوني. إذن الجميع مطبقون على حماية هذا الكيان، وبالتالي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين إنما يمر باستعادة دولة الإسلام. طيب بقي لنا قليل من الوقت أستاذ أحمد، للإسلام ولإرادة الأمة الإسلامية. أستاذ أحمد بقي لنا قليل من الوقت. الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة. إنما الإمام جنة أي الخليفة، رئيس الأمة الإسلامية، رئيس الدولة الإسلامية. جنة أي مجن، درع يقاتل. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. أين الجنة؟ أين الدرع؟ أين الترس الذي يقاتل الناس المسلمون من ورائه اليوم؟ المسلمون لا رأس لهم، لا كيان لهم، لا كيان تنفيذي لإسلامهم ولإرادتهم الإسلامية. نعم. طيب أستاذ أحمد باختصار شديد كنت أريد تعليقك أيضا حتى على دور قيام المملكة العربية السعودية أيضا في تلك الحقبة، وأيضا اليوم ما نراه أيضا من التغول والتقارب مع الكيان الصهيوني، ولكن أيضا واجب المسلمين نحو هذه القضية ومواجهة هذا التحالف العالمي. آل سعود ليسوا يعني بمختلفين عن كل حكام المنطقة، بل كشفت الوثائق عن أن مؤسس المملكة السعودية عبد العزيز آل سعود قد أعطى موافقة خطية لليهود على قيام كيان اليهود في فلسطين، وبقوا سنوات طويلة يخدعون الناس في أنهم معارضون قيام هذه الدولة وأنهم يتبنون قضية القدس والأقصى وفلسطين، وها هم اليوم بدأوا بعلاقات وأرسلوا موفدين إلى دولة، إلى كيان يهود يقيمون معهم العلاقات، ويتوقع منهم إن استمر شأنهم أن يصلوا. ونحن نعرف أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز هو الذي طرح في قمة بيروت مبادرة، وطرحها وكأنها مبادرة بطولية، مبادرة الاعتراف بدولة يهود ضمن أراضي 67 وهي معظم فلسطين مقابل الانسحاب، يعني اعتراف بأراضي 8 محتلة سنة 48 مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتلها يهود سنة 67. يعني هم كسائر حكام المنطقة جميعا معترفون، بل هم مساندون، بل الآن هناك أقاويل بأن آل سعود أو بالتحديد يعني السلطة الحالية التي قامت بهذه المجزرة داخل الأسرة الحاكمة، هناك أقاويل في أن هؤلاء يعولون على كيان يهود في دور ما في حملتهم على المنطقة، على حزب إيران إلى آخره.
إذن هم يعني هم ليسوا بدعا يعني من حكام المنطقة عموما، هم شأنهم كشأن جميع حكام المنطقة. نعم. طيب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد كلمة أخيرة في نصف دقيقة لأن قد تجاوزنا الوقت المحدد. كلمتي الأخيرة، فلسطين فتحها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحررها سلطان المسلمين الذي أعلن الولاء والبيعة وألحق البلاد بالخلافة العباسية في بغداد وتحت لوائها حرر فلسطين، صلاح الدين، والذي حمى فلسطين من الحركة الصهيونية ومن حركة الاستيطان أنذاك هو خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، والذي سيعيد فلسطين اليوم إلى الأمة الإسلامية ويحررها، إنما لا يتوقع إلا أن يكون خليفة المسلمين القادم. فمن أراد أن يحرر فلسطين فعليه أن يعمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية التي تجمع شمل المسلمين وترفع راية الإسلام وتنظم الصفوف للجهاد في سبيل الله، نشكرك، وتعيد الأمة سيادة الشرع وسلطانها. هذا هو الطريق ولا طريق غيره. نشكرك أستاذ أحمد القصص الكاتب الإسلامي على ما تفضلت به وهذا الطرح المفيد، وكما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.